أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا. نهار اليوم تسود أجواء ربيعية في عموم المناطق، ترتفع درجات الحرارة، تكون الأجواء مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية بشكل عام، طقس مستقر صافي في أغلب المناطق. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم توضح أن الطقس يكون مستقر غالبا صافي، 18 درجة مئوية، الملموسة 18 أيضا، الرطوبة 71%، والرياح تكون شرقية لجنوبية شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، الأجواء كما ذكرنا تكون ربيعية مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية، إربد 20-11، عجلون 18-11، جرش 19-12، والمفرق 18-9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 20-9، البلقاء 18-12، عمان 18-9، مأدبة 19-8، والبحر الميت 25-16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 19-10، الطفيلة 19-12، الشبك 16-10، معان 20-9، والعقبة طقس حار نسبيا 26-19 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 19-7، الصفوي 19-6، ورويشد 20-7 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا للنهار اليوم، استمتعوا بيومكم وإلى اللقاء.